سنك صغير من انت لاعب حتى ابتدي تتعلم لغه، تقدر تجيد مثلا انجلش وفرنش وفرنساوي كده جدا، بحس انت هتبقى عندك ميزه كويسه في في بكره ممكن تبقى محاضر، بكره ممكن تبقى تساعد مدرب اجنبي. صحيح، ولو مدربك اجنبي المعلومه توصل لك على طول، مش محتاج يعني. بالظبط بالظبط، فمهم جدا، ومفروض الانديه تهتم تدي حافز شويه للمدربين اللي عندها. انا نقطه في خلال سياق حديثنا بنقولها، تشجع وتدي ميزه. يعني انا ممكن لو بتتعلم لغه وقدرتك بتزيد في اللغه، ممكن ازودك في المرتب، اعملها في 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 اللائحه، في اللائحه اجادك اللغه مثلا في اللي هو التويفل ده بيقيس بوصل لثلاث درجات، باخد مثلا 1000 جنيه بوصل بيرفكت، بوصل 100% باخد مثلا 5. يا ريت تبقى كده، ودي هتبقى حاجه كويسه. صحيح، ده حاجه كويسه جدا يعني. طيب نروح بقى فنيا لمباراه المصري، وشايفها ازاي من بشكل فني كامل؟ انا متاكد ان مستوى الطموح عند اللعيبه مش هيقف عند عندهم طموح كبير. يعني هل دي النتائج السابقه بتمثل ضغط؟ لا ما بتمثلش ضغط، بتمثل ثقه. يعني لان انت بتبقى مضغوط لما تكون في مشكله في بطوله، بتلعب على بطوله انت، لا انت متفوق بشكل كبير، مفيش ضغوط عليك نهائي. انما الاداء والنتائج اللي انت حققتها اكيد مفيش شك بتديك ثقه كبيره. فانا مش متخوف من النقطه ديت، ان اللعيبه فيها ضغوط وان هي عايزه تحقق، لا انا مش شايف. بس هي النقطه اللي انا اذكرها لازم نعمل لها حساب كويس، ان احيانا بتبقى نتائج بعض الفرق مش على المستوى الفني للاعبين ولا المستوى الفني للجهاز الفني. اعتقد النادي المصري عنده امكانيات كويسه بمستوى اللاعبين الفني ومستوى الجهاز الفني، المفروض يكون في عنده 20 نقطه اعتقد، والمركز العاشر تقريبا. فهو المفروض يكون في كمستوى بالنسبه لمستويات اللاعبين والمستوى الفني للاعبين ومستوى الجهاز الفني، المفروض يكون في مرحله. يعني انا شايف ما تبقاش خدعه للاعبين النادي المصري، وحتى اقل من طموحات الجماهير المصري. فهي المصري لا، عنده طموحات اكبر المفروض عند جماهيره، وامكانياته هتدي له فرصه اعتقد الفتره الجايه ممكن يعني يكون في مكانه افضل. فالمباراه صعبه جدا، في منتهى الصعوبه. طيب يعني هو عنده طموح انه يحسن الجدول ويوصل لمرحله للاداء بتاعه، وهو اخر مباراه كسب 3-0. صحيح. هو المنافس صحيح المصري بيلعب في بطوله افريقيه الكونفدراليه الموسم ده، وانت عارف طبعا يعني عشان تكون ماشي بالتوازي بشكل كويس في بطولتين الانديه الكبيره، طبعا هو نادي مصر نادي كبير صحيح، لكن احنا بنتكلم على توافر الاجنده الكامله وتوافر العناصر اللاعبين الكامله، هو بيتاثر شكلا ما، هل ده هيؤثر على مباراه بكره ولا لا؟ لا، هو جماهيريه النادي الاهلي هيعتبر دي بطوله بالنسبه له. جماهيريه المباراه ان هو بيلعب ضد المنافس بتاعه النادي الاهلي، هتلاقي المدرب عايز يحقق نتيجه والجماهير عايز تحقق نتيجه كانه بيلعب على بطوله بالظبط. وخد بالك هي كانت زمان على ايامنا المباريات ما كانتش كلها بتذاع بشكل كده كبير زي دلوقتي. يعني تلاقي المحله المباريات اللي بتذاع له الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك في الداخل والخارج، واربع مباريات. فهي بالنسبه لهم كانت بطوله، وهي اعتقد برضو نفس فكر اللاعبين. اللاعبين بتلاقي حتى استعداد اكتر، مباراه بقى عليها تسليط اعلامي اكتر. لا هم كانهم بيلعبوا على بطوله، فهي المباراه انت طموحك زايد وعايز تستمر في نجاحك، وفي نفس الوقت هو بيلعب النادي الاهلي زي ما بيفكر ما يجي يلعب فرقه كبيره زي الزمالك، برضه هتلاقي في تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير. فهي مباراه هتكون صعبه جدا ومباراه كبيره، اتمنى تكون يعني هتبقى حتى على المستوى الفني متوقع انها تكون كبيره. طيب الاجنده المزدحمه اللي احنا داخلين عليها على يناير هتجبره ان هو يعني يعمل تدوير بشكل اكبر، او وخصوصا ان احنا عندنا ثلاث لاعبين تقريبا عندهم انذارات ومهددين بالابتعاد عن المباراه القادمه الاهلي والزمالك، يعني ده دوافع هتخلي فايلر يتحكم في التشكيل بشكل ما بكره؟ حتى ما انا بلجا لخوف او يعني لاعب ياخد انذار ثاني وتوقف مباراه مهمه مثلا اللي بعدها، هي برضو اعتقد توافر العناصر اللي عندك يعني ما فيش فرصه كويسه انك تعمل التدوير. صحيح. احيانا المدرب بيحاول يختلق الفرصه، مش هي موجوده، يختلقها عشان يعمل التدوير ده. يعني انا شايف لعيب بديل انما بيجتهد وبيلعب وبيتمرن بشكل جدي، انا عايز اديله الثقه شويه، عايز مش لازم يتفوق على الاساس عشان يلعب. لا انا ممكن اريح الاساسي ويبقى هدفي ان انا اديله فرصه ان هو يشارك في مباراه رسميه عشان برضه اديله ثقه في نفسه ومستوى الطموح يزيد عنه، يبقى شيء نوع من المكافاه. لا انت بتأدي بشكل كويس، لا لازم اكافئك، بس ده مش هيجي غير ما يكون هو مستوى متقارب.
صحيح. بينه وبين اللاعب الاساسي. وهل ترى ان هو عامل الشكل المتقارب ده، يعني عامل هو فايلر عامل الانسجام مع الفريق ده، مش مخلي الفرق المستويات ما بين كل اللعيبه ولا لا طبعا الحمد لله. دي النتائج اللي انت بتحققها. احنا عندنا اصابات كتير قوي يعني، ربنا يشفي الناس كلها. يعني اعتقد الحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش تاثير منها. يعني اعتقد دي برده رمضان لما غاب ما كانش فيه تاثير كبير. بالظبط بالظبط، عناصر كتير وفي ناس بقى لها فترات طويله مصابه الحقيقه. يعني دي يعني شيء جيد بالنسبه للجهاز الفني، ان هو حتى العناصر في ناس اشتركت بشكل جيد، وهي ممكن تكون في المستوى الثالث مش الثاني. طيب. يعني انت لو عندك ثلاثه في مراكز معينه بدون ذكر اسماء يعني، ممكن اللي بيشترك رقم ثلاثه بشكل اساسي وبيأدي بشكل كويس. فده كويس، انت ده دور الجهاز الفني مهم جدا. يعني انا كنت لسه بتكلم بره مع الاستاذ خالد العتريبي، في اللي بيطلع يقول لك احنا ما يهمناش الاداء، يهمنا النتيجه. طب ما هو النتيجه مش هتيجي غير باداء جيد طبعا. يعني قد يكون تأدي بشكل كويس وتخسر مباراة بدلك. بس ده مش أساس. مش دي قاعدة. قاعدة أنك تأدي بشكل كويس عشان تكسب المباراة. فأنت حتى المستوى الثالث عندك بيأدي بشكل كويس، وده شيء طبعا يحصل للجهاز الفني بشكل جيد يعني. طيب فايلر تعامله ازاي مع كل البطولات؟ احنا شايفين من جوه ما شاء الله، يعني جوه او محليا يعني ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب عامل نتائج وأداء ولا أروع. شايفه ازاي بره؟ تعامله مع كل البطولات ازاي خصوصا أفريقيا؟ قد يكون الـ 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 النتائج مش مستوى طموح النادي الاهلي في مثلا دوري المجموعات. يعني كنا دايما في الغالب بنتاهل بشكل كبير. انما الاداء طبعا محليا في الشك بشكل ممتاز. قد يكون في نقاط ممكن يعني او مشاكل عندك ممكن تاثر في مباريات او بطولات بعينها. وممكن ما تاثرش في بطولات. هي الاصابات الكتير ممكن اثرت شويه معانا في المباراه الافريقيه، البطوله الافريقيه. صحيح. نتمنى طموح اللاعبين يزيد والاستعداد يزيد، ومع الفترات الجايه ان شاء الله عوده المصابين اللي بيلعبوا كمان بشكل اساسي او حتى البداء اللي كان موجود بيلعبوا بشكل بديل. اعتقد الفتره الجايه يمكن احنا عندنا طموح نتخطى حتى المرحله بتاعت لو المستوى بنقول عليه ممتاز في المستوى المحلي. احنا ان شاء الله عندنا طموح كجماهير وكمجهز فني واداره طبعا ما فيش شك ان احنا نوصل مش للمستوى بتاع المستوى المحلي ان شاء الله. البطوله الافريقيه اصعب ومحتاجه كمان تتفوق حتى بادائك عن المستوى المحلي، واحنا قادرين بالمجموعه ومستوى اللاعبين والجهاز الفني ان احنا حتى نتخطى المستوى اللي احنا بنقول عليه ممتاز في البطولات المحليه ان شاء الله. امتى فايلر يرجع لنا شخصيه البطل في افريقيا؟ انت شايف من خلال رؤيه فنيه، شايف ان احنا ممكن امتى هنوصل لشخصيه النادي الاهلي اللي احنا شايفينها جوه نشوفها بره؟ ارجع اقول النقطه إيه؟ النقطه الاصابات دي ترجع بس في عناصر مهمه جدا. حتى انت زي ما قلت برضو في خلال حديث ان انت بتحتاج نمره اثنين في الفريق في المركز يعني مش لان مش مجرد الاساسي بس اللي يرجع. لا انت عايز يبقى في تنافس في التدريبات. انا مهاجم اساسي وبلعب على مدافع اساسي، الاستفاده ليا تبقى اكتر ليا وللمدافع. كانت زمان حراسه المرمى كان موجود مثلا كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وكابتن شوبير، كان في تنافس الاول كان بالاثنين وبعد كده انضم لهم الكابتن شوبير وبقى بتنافس رهيب. انا بعتقد يمكن لو في واحد بس واللي تحتيه اقل ما كانش كابتن ثابت يعمل التاريخ ده، ولا الكابتن اكرامي ولا الكابتن احمد ناجي احمد شوبير. وطبعا احمد ناجي كان في فتره معاهم برضه. فمهم جدا مره ثانيه بنرجع لكم مع دكتور والكابتن محمود صالح. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ محمد. دكتور ولا كابتن ايوما تحب؟ دكتور هو في المجال. طبعا عشان ابقى مميز بس دايما زمان كابتن علي شحاته هو كان ليه يعني حاجه يقول لي انا مع الدكاتره احب يقولوا لي يا كابتن. في الكليه يعني. طب ما احنا هنا استاذ في الكليه ومعاك انت تقول لي يا دكتور عشان ابقى مميز هنا وابقى مميز. طب انا اقول الاثنين. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. عامل ايه؟ والله الحمد لله منور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورت القناه. ربنا يخليك. بص يا دكتور، الفتره اما يجي في ماتش يعني من قوه الماتشات اللي جايه، في ماتش جاي في النص هو مهم، ولكنه احنا بنتكلم على انه الاهتمام بالسوبر واهتمام باهلي وزمالك واهتمام بصن داونز اكبر. مباراه زي دي حضرتك كنت لاعب كوره كبير، ازاي يخلي الجهاز الفني يهتم بيها بشكل كبير؟ هو طبعا مسيره النادي الاهلي ممتازه طبعا في شك. حتى لو انت راسم بتحط طموحات ليك او اهداف بتبقى
طبيعه الاهداف دي بتبقى على مراحل يعني يعني كجهاز فني او كنادي او كمجلس اداره بتبقى على مراحل. انت طبعا تخطيت هذه انجازاتك، تخطيت كل التوقعات الحمد لله. انت 14 مباراه فزت في جميع المباريات، حتى ال 42 نقطه، حتى السكور يعني حاجة ممتازة، احراز 40 هدف. حتى لو قارنت بين دي هكلمك فيها وانا عشان ما اديش من حتة لحتة. انا اهم حاجة ازاي اخلي تركيز اللعيبة في المباراة دي ما ينطش على مباراة الاهلي والزمالك. انا نقطة فايلر ونقطة ده هتكلم فيها باستفاضة. انا عايزك في النقطة دي تحديدا، ازاي اخلي تركيز اللعيبة في مباراة زي دي وما يفوتش. ما النقطة دي لازم بس اركز يعني احاول اتكلم في الواقع شوية. تمام. هو احرز 40 هدف ودخل المباراه 3 اهداف، برضه نتائج رائعه. تمام. هي النقطه ديت يعني هي هتدي الطموح، سقف الطموح زاد. انت اللعيبه وصلت لمرحله، وده طبيعي يعني في الرياضه كل الارقام بتتحطم، سواء على مستوى الالعاب الجماعيه او على مستوى الارقام الفرديه. طالما محدده بيبقى في هدف قدامك انت عايز تكسره. قد يكون في ايام مستر مانويل جوزيه تقريبا، مش عارف 2005 او 2008، كان في فرق متتالي 17 مباراه بالظبط في العوده الثانيه لمانويل جوزيه في اول موسم، وهو افضل مواسم النادي الاهلي في 2004 تقريبا 17 مباراه في تمام تمام. فمهم انت تذكر دوت، وانك ده ريكورد مسجل باسم النادي الاهلي. لابد اللعيبه يكون عندها طموح اكبر وتقدر تحطم الرقم ده وتوصل لاكثر من 17 نقطه. ودايما هي الطموح لازم يكون في تحدي شويه، يعني هدف لازم محتاج توفيق طبعا من عند ربنا اولا سبحانه وتعالى، وعايز مجهود كبير من كل الناس، الجهاز الفني والاداره واللاعبين واللاعبين الاساسيين والمجموعه البدلاء. صحيح. وكل يعني كل العناصر تكون متحده وفي هدف قدامها. فاحنا في ظروف كويسه طبعا. طبيعي انك التفكير كله في مباراه مهمه جدا، مباراه سان داونز ومباراه السوبر المصري يوم 20، وسان داونز يوم 29 و7 بالظبط. انما انت النتائج دي ان شاء الله لو ربنا وفقنا بكره تبقى حاجه كويسه جدا. انت عندك فرصه برضو موضوع تدوير اللاعبين تقدر تعمله بشكل كويس. صحيح. فارق بقى نقاط كتير، انت المقاولين تحتيك ب 10 نقاط ولعب اكتر منك 3 مباريات، لعب 17 مباراه 16 مباراه وانت 14 ودخل 15 بالظبط. الزمالك تقريبا فارق 11 ولعب صحيح. برضو اقل منك مباراه واحده. صحيح. يعني في حاله فوزك اقرب المنافسين بيبتعد 14 نقطه اللي هيكون نادي الزمالك. صحيح. فدي تديك فرصه انك تنظم موضوع تدوير اللاعبين ده، يعني تعمله بشكل كويس. انت لازم تمشي في كل البطولات النادي الاهلي طموحه. نعم. عامله بشكل كويس لغايه دلوقتي. ممتاز. ممتاز ممتاز، لان هو في نقطه مهمه جدا عشان تعمل دي، لازم البديل تجهزه بشكل كويس. سواء من ناحيه الفورمه الرياضيه كلها تكون جاهزه عند اللاعب البديل. انت كجهاز فني مسؤول عن اللاعبين وعلى مستوياتهم، ان هو يوصلهم لافضل حاله ممكنه. ماشيه بشكل كويس، ودليل ان هو بتيجي تعمل اي تدوير الدنيا بتمشي كويس والنتائج موجوده يعني الطموحات والاهداف بتقدر تحققها بشكل كويس. فهو في تدوير اللاعبين اهم حاجه تكون تجهيز البدلاء، واعتقد هو نجح فيها بدليل النتائج اللي هي ماشيه بشكل كويس جدا من كل اتجاه. يعني دايما اللاعب اللي بيبقى بعيد شويه عن اللعب بشكل منتظم او بيبقى بديل ممكن يكون بيفقد الثقه شويه في نفسه، احساس ان هو بعيد. لا، ده دور برضو في دور نفسي كبير للجهاز الفني والاداري. ان هو يحسس اللعيب دايما باهميته، يحسس اللعيب اللي لازم يكون في افضل حالاته، يحسسه انه قريب من اللعب، وبحيث ان هو ما تيجي الفرصه يلعب يأدي بشكل كويس ويكون في افضل حالاته ويقدر يثبت وجوده. صحيح. ودي المفروض تكون في نفس الوقت ده هدف برضو عند اللاعب نفسه. انا قد اكون بديل بس الفرصه هتيجي دي. كلنا مرينا بالتجارب ديت. هتيجي بس لما تكون تيجي تقدم بشكل كويس وتثبت وجودك جاهز. وتبقى متواجد، وممكن الامر يبقى بيختلف او يتبدل وتبقى انت الاساسي تلعب. انت لما فرضت نفسك بشكل جيد ممكن تقعد فرصه برضو تبقى في تلعب بشكل اساسي. فهي اهداف كل واحد ليه دور. المدرب عليه يعد اللاعب من خلال النواحي التدريبيه والفنيه والنفسيه والذهنيه، واللاعب برضه لازم يعني يتدرب باقصى جهده ويجهز نفسه ويكون جادي في التمرين، بحيث لما تيجي الفرصه يبقى طالما في توافق في الهدف هتلاقي الدنيا ماشيه زي الفل. طيب، وصلت النقطه. يعني افهم من كلام سيادتك انه الدوافع، بخلق الدوافع هقدر اعدي، اخلي ماتش بكره كامل التركيز عند اللعيب.
طيب أنا عايز أروح لنقطة تانية محدش تطرق ليها أبدا في هذا الموضوع، الجهاز الفني لفايلر. أنا سمعتك أكتر من مرة بتشيد إشادة واسعة جدا بفايلر، لكن أنا هاخدها، هل الانطلاقة الجامدة دي، الانطلاقة بتاعة مانويل جوزيه اللي حضرتك شبهتها دي، كانت في الولاية التانية يعني خد وقته لغاية لما عرف الفريق. طيب الفايلر دي الانطلاقة الأولى، هل عشان الجهاز الفني كله متناسق ومتفاهم وهو اللي جايبه الانطلاقة دي جت؟ يعني دي أحد الأسباب القوية لكده؟ هو بالنسبة للمدربين موجود الكابتن سامي مصمم صحيح معاهم بس معاه مساعد مدرب ومعاه طبعا معد بدني ومدرب حراس مرمى كمان المره الاولى بالظبط. هو ده اعتقد بتعمل نوع من تحقيق الانجازات دي بتساعد ما فيش شك. صحيح طبعا، يعني انا اي مدرب هيتولى مسؤوليه حتى لو بالدوله العربيه بنفس اللغه محتاج برضو يكون لو الجهاز الفني المساعد ليه موجود من جنسيه يعني جنسيه مصريه زيه طبعا بيخلق نوع من الثقه والتفاهم بشكل كبير. اللغه صحيح. اللغه موضوع اللغه مهم صحيح. التواصل باللغه حتى لو موجود مترجم مش هيدي نفس الاحساس صحيح يعني حضرتك هياخد وقت طويل جدا المترجم ده لغايه لما يوصل الاحساس الحقيقي للاعب، وفي مصطلحات ممكن تكون بعيده عنه بالظبط كده. يعني احنا ممكن كنا جربنا التجربه دي مع دورات تدريبيه مع اجانب، لما بيجي المترجم بيقول حاجات يعني مختلفه شويه غير اللي احنا متعودين في بعض المصطلحات. حتى كان معانا المترجمه واحده ست وكانت هي اللي بتسال ايه اللي بيتقال هنا وايه اللي بيتقال هنا، بحس يعني كانت فاهمه في تعبيرات فاهمه الترجمه الحرفيه بالظبط، لكن الترجمه القرويه دي بتبقى محتاج بالظبط. حتى انت لو بتقرا قصه بلغتها الاصليه هتستمتع بيها اكتر ما تترجم للغه العربيه. لو انت عندك قدرات مثلا لو القصه الاساسيه باللغه الانجليش يعني لا لما تقراها لو انت متمكن من اللغه فيها استمتاع طبعا طبعا. يعني الشعر برضو تيجي تحوله هتلاقي كلمات مختلفه شويه يعني فهي اللغه هي بتكلم هو التفاهم في اللغه اكتر يعني دي نقطه مهمه. وطبعا لو معاه تفادوها يعني احنا بنتكلم ان الجهاز الفني عدى وقت طويل جدا لانه تفادى النقطه دي بالظبط. مترجمين وايا كان طبعا كل الكفاءات طبعا موجوده في الجهاز في المدربين المصريين، لكن عدينا بقى موضوع المترجم ده لانه المعلومه بتوصل بسهوله يعني طبعا. ودي برضو يعني شوف النقطه خلتنا نفكر في حاجه برضو مهم جدا موضوع اللغه، يمكن احنا ما اهتمناش بيه، في ناس كتير ما اهتمتش باللغه صحيح. مهم تجيد لغه واتنين، انت لو زودت التنافس ده كل اللاعبين لازم يكون مستويات متقاربه. لو هنوصل لديت في عندنا اكتر من واحد يقدر يغطي في المركز وفي تنافس قوي بين اللاعبين وبعضهم، لا مفيش شك ده هيرفع المستوى وهنقدر نحقق او نخلي المستوى في المباريات الافريقيه والبطولات الافريقيه لا يقل اداء ونتائج عن المسابقات المحليه. صحيح. طيب شفت مباراه الجيش ازاي؟ تحقيق الفوز والتناغم اللي كان في المباراه دي شفتها ازاي؟ من كل وجوه يعني الحقيقه اللعبة كانت نازله وفيها تركيز وعندها طموح وجاهزه، الفورمه الرياضيه بتاعت اللاعبين هايله الحقيقه وقدم بشكل كويس في يعني بدنيا وفنيا نفسيا التركيز كان عالي، اللعب الجماعي هايل، القدرات الهجوميه والدفاعيه ماشيه بشكل جيد، وحتى مع المستوى الفردي في تطور في اداء اللاعبين يعني صحيح. يعني بالاسم يمكن اخص بالذكر محمد مجدي قفشه برضو حتى دخل في التطور في اداء كل لاعبين الحقيقه يعني دي احنا ممكن نحقق موسم مميز السنه دي ان شاء الله. وتعتقد ان رقم جوزيه اللي كان ما كانش حد يفكر انه يوصل له 17 مباراه ان احنا كسره، احنا محتاجين بس 4 مباريات قدرين الماتش اللي جاي قدرين المصري ثم الزمالك ثم انبي ثم سموحه بقى ان شاء الله نكسر الرقم بتاع جوزيه قدرين. انت لو بصوا حضرتك للجدول انت اقرب المنافسين ليك لو كسبت المباراه المؤجله مثلا بينك وبين الزمالك 15 لقاء والزمالك 15 هنبقى 14 نقطه يعني انت قادر الفرق في المستوى الفردي والجماعي والنواحي الخططيه والفنيه اللي بتأدي بيها لا في فرق كبير بين النادي الاهلي والانديه الاخرى. انا بعتقد كمان يمكن ايام مانويل جوزيه كان التنافس فيه تنافس قريب شويه بالرغم الفارق، بس كان في تفوق عالي وكان في تركيز عالي من اللاعبين وحققوا يعني ريكورد يعني يمثل يعني هو ريكورد في حد ذاته يعني نقدر ان شاء الله باذن الله. واحنا بنشوف مباراه طلائع الجيش انا شايف ان عمرو السوليه بيطلع بمستوى هايل. نسيت اقول برضو عليه تطور في في ادائه بشكل في الناحيه الهجوميه قدر يتحسن بشكل كبير، وده
المركز ده اصعب مركز في المركز وسط الارتكاز ده او هو وديانج بالظبط الاثنين. طريقه فايلر مساعداهم ان هم يظهروا بالشكل ده ولا فايلر ولا اليو ديانج ساعد السوليه ولا السوليه هو اللي ساعد ديانج؟ لا وما فيش شك انت ارتفاع مستوى زميلك في الملعب ما فيش شك بيرفع مستوى ادائك لان انت بتلعب كره جماعيه في حاجات تكتمل باداء اللاعب بتاعك زميلك اللي حواليك يعني لازم يمرر لك صح لما يتحرك تتحرك بدون كوره توصل لك الكره في توقيت معين في اتجاه معين يعني انما ممكن انت تتحرك كويس وزميلك ما يعني التوقيت وحش الدقه في التمرير وحشه هي اللعبه لازم طبعا كل ما زاد مستوى زمايلك في الملعب ال 11 لاعب كلهم مفيش شك ده بيساعد على زياده مستواه بس ديانج انا بعتقد انه افاد السوليه اكتر مفيش شك هو ارتفاع وفي تنافس انا دي حاجه كويسه ديانج وجود وخلى السوليه يشتغل طبعا اكتر على نفسه ويظهر امكانيات ودي طبعا بترجع زي ما قلنا في بدايه حديثنا دي نقطه لازم يلتقي فيها الجهاز الفني والمدير الفني مع اللاعب مستوى الطموح يبقى اللاعب عارف ايه اللي مطلوب منه المدرب بيشرح له بيقول له وهو لازم يكون على مستوى الطموح لو المدرب عنده طموح وعنده قدرات فنيه عاليه واللاعب ما عندوش طموح اللاعب عمره مستواه يعلى فدي نقطه مهمه جدا لازم مستوى الطموح يكون متوافق بين الاثنين وبعضهم هو بيتطلب منه حاجات معينه عشان يطور اداؤه مهم جدا الحاجات دي تكون موجوده عند اللاعب واللاعب يكون عارف قدرات نفسه وعنده في ثقه انه يقدر يؤدي الاداء اللي هو عايز منه المدرب هي يعني عناصر متداخله مع بعضها وبتبقى حاجه كويسه جدا لما بيكتمل الفورمة اللعب الرياضية ومع امكانيات جهاز فني عالي دي بتحقق ما فيش شك واعتقد ده اللي بيميز النادي الاهلي طوال تاريخه من احنا كام دلوقتي 107 13 سنه مثلا 107 ل 107 يعني نتكلم في 113 سنه ده اللي بيميز النادي الاهلي طوال تاريخه ان دايما كان في توافق احنا حسيناها لما بديت العب كوره في الفريق الاول ان لازم انا مع نفسي النادي عنده طموح لازم اكون انا عندي مستوى طموح المدير الفني عايز والجهاز الفني عايز يوصلني لمستوى معين شايف في بعض الحاجات عندي نقاط بيصلحها لازم اديها بشكل افضل لازم انا اكون عندي الطموح ده وده اللاعب اللي بيستمر هناك لاعبين ما عندهمش الطموح ده ممكن يكون متفوق عليا فنيا انما انا عندي الطموح هو ما عندوش الطموح انا هتفوق عليه وانا اللي هلعب واستمر وهو مش هيكمل يعني مش معنى ان احنا لعبنا كوره ان احنا افضل ناس او المجموعه اللي بتلعب دي افضل ناس في ناس افضل منهم كمستوى حتى على المستوى الفردي وما كملوش لان مستوى الطموح ده مهم جدا التوفيق بيلعب عامل مهم في انك تكمل كوره او ان انت تنجح بشكل مميز او ان انت تظهر بشكل مميز طبعا ما فيش شك النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها مستوى اللاعبين اللي حواليك انت النهارده احنا بنتكلم على مثلا محمد صلاح نتائجه وفي على المستوى الدولي ممكن يكون هو مش محظوظ ممكن هو تواجد مع جيل زي جيل ابو تريكه وعصام الحضر وجمعه والناس دي المجموعه كلها يعني يعني كبير اعتقد كان هيبقى متواجد وكان هيحقق نتائج افضل من كده وكان يكتب له تاريخ افضل من كده فما فيش شك ما يكون في تفوق لزمايلك المتواجدين معاك في الملعب دي بتزود طموحك وبتخليك تحقق بطولات اكتر وتحقق تاريخ اكبر طيب التشكيلة دايما بتاعت فايلر احنا بقينا محتارين كل تشكيلة عادة يعني في كل او على المدى القصير اللي فات كل مدرب بيشوف التشكيلة الأساسية ويبتدي بيها احنا بقينا من الصعب ان احنا نشوف النهارده لازم نعرف مين اللي يلعب من خلال فايلر نفسه انت شايف ان ده امر جيد ولا امر مش جيد؟ لا في نقطة اوضحها بس اذكرها يعني اللي هي موضوع الإصابات احيانا بتبقى مضطر للتغيير انما في نقطه مهمه انا ما بحبش اقول لك ايه تثبيت التشكيل يعني ايه تثبيت الشكل في عناصر اساسيه بتلعب في شكل معين في اداء معين في خطه دايما تبقى شبه ثابته بتتغير مع ظروف المباراه او مستوى المنافس ممكن تغير شكل الاداء شكل التشكيل كل ده وارد اللعيبه الفورمه الرياضيه ممكن تقل عند اللاعب والبديل يبقى ليه دور احيانا انت عايز برده مباراه اقل سهوله او اقل صعوبه وعايز تدخل عناصر بدلاء بتقدر تغير في التشكيل فالمستوى الثابت انت لو ثبت الفريق اولا هتخسر الاساسي وهتخسر البديل لان الاساسي ممكن يجي له نوع من الاشباع ممكن يجي له احساس الاطمئنان ان هو اساسي ممكن دي لا دايما تعمل قلق تحس لازم تحسس الاساسي ان كلمه
كابتن ثابت وكابتن اكرام دي موجوده ومنضم لهم كابتن احمد شوبير كانت موجوده، بتكلم على جيل يعني. دي نقطه مهمه جدا، دي نقطه مهمه جدا. دايما الاساس لازم يحس ان هو في بديل قوي لو في اي تهاون او ما لعبتش في افضل مراحل افضل مستوى ممكن ليا ممكن ما يبقاش موجود. وفي نفس الوقت لازم ادي الامل والطموح للاعب البديل ان هو لازم انت ما توصل لافضل حالاتك ممكن تبقى اساسي لازم الموضوع ده. انما تثبيت التشكيل ده انا مش مقتنع بيه، انما في عناصر اساسيه متواجده في شكل ثابت في الاداء في الخطط في ماشي، انما في اوقات لازم اغير. واللاعب الاساسي يمكن برضو يبقى في الفورمه الرياضيه بتاعته طوال الموسم، صحيح ممكن اسبوعين ويقل اسبوع يقل يومين. انت بقى من خلال التدريبات وتشوف الحاله التدريبيه بتاعته، صحيح. وبعد كده تقدر تقرر انت لعيب عندك مجهد، لعيب عندك لاي اسباب، لعيب خارج من اصابه لاي اسباب، لعيب مستوى قل لاي اسباب، ما مش هيبقى اساسي اذا كان هو اساسي لا. ودي نقطه مهمه، لازم انت تكون مجهز البديل. ونرجع للنقطه الاساسيه برضو مع الطموح عند اللاعب والاصرار وصفات الاراده اللي عند اللعيب. لازم انا افتكر سنه 81 كان الكابتن ثابت ما كانش بيلعب، كان مستر كالوتشاي كان بيلعب، الكابتن اكرامي على طول اساسي بس لو تشوف الكابتن ثابت كان بيتمرن ازاي. وجات فرصه في نهائي كاس، نهائي كاس مصر كان افضل لاعب في وكسبنا بضربات الجزاء ضد المقاولين العرب في موسم 81. لو الكابتن ثابت ما عندوش الشخصيه دي احنا مش هنكسب البطوله دي، صحيح. يعني ممكن لاعب واحد بديل، عشان كده لازم تهتم بكل العناصر اللي عندك. ممكن لاعب بديل في ظروف معينه يكسبك بطوله، يكسبك بطوله لو انت اهملته وهتيجي الظروف تضطر تلعبه. فدي اكيد الجهاز الفني فاهم كده، انما احنا بنحاول يعني نذكر صحيح اذا كان عندنا يعني خبره في حاجه بقى لنا فتره طويله في التدريب ما زلت بنتكلم حتى المدربين اللي هم صحيح انت بادين حياتهم يعني بادين حياتهم كمهنه التدريب تدريب. طيب ما زلت مع مباراه طلائع الجيش، وعايز اتكلم على اثنين من عناصرها اللي كانوا ابرز عناصرها وابرز ظواهرها. جيرالدو غاب لفتره طويله ولما رجع عاد يعني رجع وعمل ماتش هايل. هل المنظومه معاه مساعداه ولا هو ولا الجهاز الفني ولا ترجعه لايه بالظبط؟ اكيد المنظومه. اكيد الجهاز الفني اعده نفسيا وذهنيا كويس للمباراه. ممكن انت ممكن تكون بديل وقريب من الناحيه الفنيه والناحيه نرجع الحاجات كلها متداخله يعني. السؤال ممكن يحتمل اجابات كتيره. يعني انت ممكن تكون بديله من الناحيه البدنيه والفنيه. الفنيه يعني من ناحيه بشقايه يعني اللي هو الخططي والمهاري. تمام. ممكن تكون في مستوى جيد انما عندك احباط من ناحيه المدرب. ممكن تنزل الملعب ما تاديش بشكل كويس. تمام. فمهم انا بيحضرني دلوقتي مستر دون ليفي. دون ليفي كان مدرب انجليزي وكان تاريخه كبير وكان بيدرب منتخب انجلترا. شوف بقى حاجه يعني طبعا. مدرب منتخب انجلترا جه درب النادي الاهلي. سنه 84 كان قبل التدريب اهم حاجه عنده المصابين. يروح ويتابعهم ويشوف تدريبهم. كانوا دايما بيتمرنوا قبلنا بفتره. لو حد مصاب يعني قبلنا بنص ساعه ما ويجي بدري عشان نشوف ويتكلم معاهم. حاجه جميله. ودي كانت على اساس على هذا الاساس اللي كان ربنا بيوفقه يقدر يخش في التدريب ويجي له فرصه لعب بيأدي شكله كانه ما اداش فتره نقاهه او فتره اصابه طويله. لا بيرجع لان الراجل كان معده من ناحيه لازم المدرب يبقى حاطط الاجواء دي صحيح. اجواء مفيش لعيب عنده احباط، مفيش لعيب عنده مشاكل، مفيش لعيب تركيزه قليل لاي اسباب. مهم جدا الاهتمام باللاعب البديل واللاعب الاساسي لان انت البديل في لحظه ممكن يكون اساسي. صحيح. تاني اسم عايز اتكلم عليه بشكل لانه كان متميز جدا اجاييه. اجاييه اولا في تميزه في الهدف اللي جابه وتميزه في صناعه وتحركات طوال المباراه. طبعا اجاييه من العناصر اللي ممكن تلعبها في كجناح وكمهاجم. الماتش ده كان مهاجم وكان قلب هجوم وكان مؤدي بشكل كويس قوي. شفت اجاييه ازاي؟ هو اجاييه اولا تطور مستواه الحقيقه مع مستر فايلر وتحسب برضو الجهاز الفني يعني. على مستوى الاداء الفردي والجماعي حصل طفره في مستواه زي ما قلنا قبل كده مثلا على قفشه، على رمضان صبحي، زي ما حضرتك قلت على السوليه عمرو السوليه. إليو ديانج بدايته طبعا غير دلوقتي خالص، انا بعتبره من افضل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي الحقيقه. ما يميز مع التطوير طبعا جيد عنده قدرات ذهنيه كويسه. ذهنيه دايما دايما يعني قراراته بتبقى سليمه الحقيقه، سواء في التحرك بالكوره او بدون كوره، توقيت التمرير، التحرك داخل خارج الصندوق ضد ال 18 او انا بيعجبني دايما
ودي نقطة مهمة. يعني ما عشان اكتمال اللاعب لازم يكون تفكيره صح، توقيت يفكر عشان بياخد قرار. الكرة ايه؟ انا من سواء بالكرة او من غير كرة قرار، الموقف بيتغير. لو انا بتحرك صح دلوقتي في ثانية الموقف بيتغير، الكرة بتتحرك، المنافس بيتحرك، زمايلي بيتحركوا، يبقى لازم اخد لازم يكون عندي قرارات جاهزة. فهو دي بيتميز بيها جهير الحقيقة. فدي ساعدته كتير في يعني في الظهور بهذا المستوى. لو قلت لك مين اللعيب الافيد في طريقه فايلر، او ثلاث لعيبه الافيد للفريق في الطريقه اللي بيلعب بيها فايلر، كل اللعيبه كويسه لكن المنتجين اكتر بالنسبه لطريقه فايلر، مين هم؟ يعني لو حكمنا انا شايف إيلو ديانج، يعني هو رقم واحد في الفتره دي. خد بالك في الفرق الكبيره مش هيثبت افضل ثلاث لاعبين عندك دايما. انا الاكثر انتاجا طبقا للطريقه، مش ما اقصدش ان هو طبعا يعني كلهم ما شاء الله واضح ان هو كلهم على مستوى واحد وهو قادر يعمل التوازن ما بين كل اللعيبه، لكن اكتر ثلاث لعيبه منتجين طبقا لهذه الفتره اللي فاتت اعتقد برضو التطور في ادائه زي ما قلت حضرتك متفق معاك في موضوع عمرو السوليه وإيلو ديانج، تطور في ادائهم اعتقد دول الافضل. يعني ايمن اشرف شوفوا مستوى عالي، ممكن مستوى عالي ما اقصدش، بس انا بتكلم على فتره طويله، ما قلتش الافضل. لا انا يعني ايه، خلينا يعني الموضوع محتاج استمراريه شويه. صحيح، يعني مش هحكم على اللعبه لو السؤال ده عشان انا اجاوبه، مش هقول مثلا ممكن يكون واحد كان متالق المباراه اللي فاتت وقبل كده كان يعني مستوى نقدر نقول مثلا جيد، انما مش جيد جدا ولا ممتاز. انما انا بدي الممتاز يعني، انا شايف الفتره دي هم الاثنين دول افضل اثنين. طيب المباراة اللي فاتت مروان محسن غاب وأجايب ابتدى، شايف مين يبتدي بكرة في قلب الهجوم؟ لو بتحط التشكيل لمباراة المصري غدا أجايب ولا مروان؟ هي برضه يعني طبقا اللي أنت شايفه من المصري، هي الرؤية مش كاملة، مش بهرب من السؤال بس الرؤية مش كاملة. لو أنا بتابع أحيانا بتابع تدريبات بس مش كل يوم يعني. إنما لا أنا أقصد طبقا للفريق المصري، يعني الفريق المصري هيضغط وكابتن ايهاب بيعمل شغل كويس قوي، قافل الملعب كويس قوي وبيتحرك ككتله واحده، مين المناسب في النادي الاهلي يلعب بكره طبقا لهذه؟ ما ممكن الاثنين يلعبوا الاثنين مع بعض، ممكن ما ابتديناش قبل كده اثنين هيجيبوا من الجناح، ممكن ممكن جناح، ممكن اجي يلعب في الجنب الشمال مثلا، ممكن يلعب تحت راس الحربه مكان اللي بيشغله دايما قفشه ممكن. بس يعني انا مش بهرب بسؤال الله، بس انا انا عايز اقول حاجه مقتنع بيها قوي. ماشي، انا مش مقتنع باجابه معينه، مش مقتنع بسؤالي. لا مش بسؤال، عفوا. لا لا ممكن تكون في حيره بس مش عايز اقول حاجه عشوائيه كده. لا طبقا انت قلت لها حاجات معينه مثلا طبقا في المستوى في المستوى انا قلت لك لا اللي فارق في الفتره دي بالذات تطور كبير وعمرو السوليه وإيلو ديانج. قفشه انتاجه ليه يعني مش على قد مهارته؟ انتاجه كويس قوي جدا، بس المهاره اللي عنده كبيره، محتاجين منه انتاجه يكون اكتر من كده بكتير. هو لازم يتحرك بدون كره اكتر من كده، ويكون برضو الناحيه الذهنيه مجهز نفسه شويه وفكر وشايف. هو المهاره عاليه بس احنا في اوقات بيبقى عندك ضغط خصم او بتاخد وقت في انك تسند وتشوف وباصي. لا انا مش، انا عايز يبقى في جاهزيه اكتر من كده، رؤيتك عاليه شايف، وفي اوقات مش لازم كل مره استلم في رجلي، في اوقات عندك مساحات تستلم فيها من الحركه، ودايما الاستلام من الحركه هيساعدك حتى في اداء المهاره. تمام، يعني انا هصوب دلوقتي، لو انا بستلم من الحركه حتى لو حسند يبقى في لمسه وتصويبه هتبقى فيها اتقان اكتر. تمام، غير مش ثبات، مش ثبات وابتدي اتحرك حتى يبقى فيها يعني ادائك اسرع. يعني انا لو في تنافس وعايز ادي اداء سريع لما اجي استلم مش ثبات وباصي، غير ما استلم من الحركه وباصي هتلاقي الريتم اسرع، سرعه الاداء اسرع. هو عايز دي، انا شايف لو يقدر يعني. ودي بقى انت احيانا بيبقى الاصلاح سهل، بيبقى حاجات موجوده عن ايه المشكله، ده عباره عن حاجه في ذهنيا، انك نوع من التفكير انك وقرار تاخده انك تتحرك بسرعه وادائك يبقى اسرع. حلو، ماشي كويس. زي مثلا حسين الشحات احيانا بيسند ويبتدي يبص وبعدين يلعب. لا انا عايزه يبقى اسرع برضه من كده. غايب عنده السرعه الفتره اللي فاتت، لو عنده السرعه وممكن بياخد من السرعه غايبه. لا هو بيستلم السرعه بيتحرك وبياخد. حلو، يمكن قلت عند قفشه محتاج برضه ان هو يستلم من السرعه من يعني من الحركه. هو بتستلم الحركه بس انا عايزه يبقى سريع، وهو بيستلم يبقى واخد القرار عشان ما يستندش واروح واقف وابتدي افكر.
جزء من الثانيه هيفرق. ممكن لعيب بيتحرك لك وممكن يبقى بره اللعب خالص. طيب حضرتك كنت احد الجيل العظيم اللي جاب اول بطوله لافريقيا. شايف افريقيا دلوقتي زي افريقيا زمان ولا الموضوع اختلف؟ لا اختلف طبعا. هو دايما انا بقول الكلام ده بس الناس في ناس بتزعل مني. اللاعب لا طبعا انت بتلاعب المنتخبات. دلوقتي ما فيش منتخبات، لاعيبه دوليين ما فيش قليلين جدا. ممكن لاعب يكون منتقل برضو من ده بيلعب دولي بيلعب مش عارف في جنوب افريقيا. انت كنا زمان اللي بتلعب غانا مثلا كوتوكو ده كوتوكو الرهيب اسمه. لا كان رهيب، لكن في قوه ثانيه طلعت مثلا زي سان داونز. سان داونز عندها محترفين من اوروجواي وامريكا الجنوبيه. ممكن ده استثناء، انا بتكلم بشكل عام. وبرده مش هيوصل لمستوى اللاعب الدولي اللي هو اللاعب الدولي اللي بيلعب في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي والدوري يعني احنا دايما اقول برده يعني كوتوكو ده كان غير طبيعي غير طبيعي. يعني انا شايف لو حطيت مقارنات بين الاجيال وبعضها انا بعتقد جيل الثمانينات ده اقوى جيل النادي الاهلي، لانه مع جيل السبعينات حصل اندماج بين بقى الجيل اللي سبقنا كابتن اكرامي وكابتن ثابت كابتن مصطفى يونس كابتن الخطيب كابتن مصطفى عبده وكل الناس طبعا عذرا ان انا انسى حد. وجي بقى الجيل الجديد بقى اللي هو مثلا طارق ابو زيت وعلاء ميهوب وحسام البدري وربيع ياسين يعني كله واحمد شوبير مش عايز انسى حد برضه زكريا ناصف وشريف عبد المنعم يعني انا شايف لان انت البطولات كانت صعبه جدا 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 لان انت بتروح تلاعب مثلا كانون يوندي فيهم سبعه ثمانيه اساسيين في منتخب كاميرون. انت متخيل دي؟ لا عارف في 83 مثلا ولا 84 انت بتلاعب سبعه ثمانيه من لعبوا كاس عالم 82 تقريبا ما اتغلبوش يمكن تعادلوا ثلاث مباريات اعتقد الارجنتين وايطاليا ما اعرفش الفرقه الرابعه ايه. لا لا طبعا البطولات كانت اصعب بكتير وبدون تحيز انا شايف الجيل ده اعتقد افضل اجيال جه في تاريخ النادي. طيب نرجع للدوري قدامنا عندنا فرق شاسع في يعني 10 نقط ما بين النادي الاهلي والمركز الثاني، لكن هبتدي بالقاع كمان عندنا اكتر من 6 فرق. اصل ثلاث مباريات المقاول لعب 17 واحنا 14 صحيح وفرق 10 نقاط صحيح. وفي القاع المنافسة محتدمة على الاخر، ست فرق مهددة بالهبوط، ست فرق بتواجه شبح الهبوط لو احنا بنتكلم في دلوقتي في خلاص هيهبطوا. ارقام كتير كتير جدا جدا كتير. يعني شايف كتير. هو احنا النهارده احنا بنلعب كام مباراة؟ 34 مباراة صحيح تقريبا نص الجدول تقريبا خلاص داخلين على خلاص الدور الثاني خلاص لا شايف ازاي؟ دي صعبة قوي اكتر من انت بص الثالث من اسفل يعني 11 14 14 اكيد 15 داخل 15 18 19 19 20 21 لا ده نص الجدول صحيح نص الجدول. اسوان حققت مفاجاه ثلاث مباريات متتاليه رجعت بشكل بشكل جميل كل التقدير للكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقه واللاعبين واجيد الاداره ليها جزء كبير في هذا الانجاز يعني. واتمنى اسوان بلدي واتمنى لها كل التوفيق وكابتن مجدي عبد العاطي يمكن اشتغلنا مع بعض في انبي مع مستر مالدينوف موسم وكان موسم جميل طلعنا رابع الدوري. هو مدرب الحقيقه رائع وامكانياته كويسه وهو على فكره بيأدي بشكل كويس اسوان بس هو ما كانش فيه توفيق في النتائج يعني ربنا عوضهم في النتائج في الفترات ديت محتاجين ممثل اسوان يفضل انما في الدوري معاه نكهه كويسه هو التنافس ده بي 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 طبعا ما فيش شك من اسفل بيبقى في تنافس على القمه لان فرقه بقى بلعب على طول حتى لو بقى المنافس بتاعه متراجع في التدريب في الترتيب سوري في الترتيب الماتش هيبقى صعب لانه عنده هدف برضه مش عايز يخسر لانه في تنافس على مصر المقاصه كمان وضعها صعب جدا يعني في المنافس الثالث طلع الجيش وطلع الجيش بس كلام مصر يعني مصر المقاصه احنا بنتكلم دلوقتي بالترتيب هو خلاص هو وادي دجله ونادي مصر وادي دجله كمان اللي بيقدم يعني في موقع الهبوط كويس قوي قوي يعني اداء كويس قوي بس المدرب بيلعب بطريقه واحده يمكن كنت بتناقش دايما مع زمايلنا مع كابتن ناجي خليل وكابتن حمله برادي وكابتن صديق يعني بيحسب منه يعني الوادي دجله بيلعب باسلوب واحد كانه بيلعب فرق ضعيفه وبيهاجم بشكل يفتح الملعب لازم الناحيه الخططيه لا يمكن حتى لو الفرق الكبيره اللي على البطوله لا يمكن الناحيه الخططيه تبقى ثابته هو بيلعب باسلوب واحد خسران كسبان فرقه كبيره فرقه صغيره دايما فاتح الملعب المفروض في اوقات
لازم الخطط دي تتغير. واحنا بنشوف الارقام دي على الشاشه، هل ترى ان الدوري انتهى وحسم للنادي الاهلي؟ لا، هو عمليا ما حسمش، انما الواقع بيقول كنتائج وكاداء يطمنك باستمرار هذا الاداء وهذا النتائج وامكانيات اللعيبه والجهاز الفني بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا. الاهلي بطل الدوري بنسبه كبيره جدا، ولن يحدث تغيير في الدور الثاني بشكل كبير في النادي. ممكن حد يقرب نسبيا، يعني بدل 15 مثلا نقطه يبقى 13 يبقى 12. اعتقد النادي الاهلي يعني ان شاء الله طبعا نتمنى يعني. طيب. بس ده محتاج اللعيبه تستمر في هذا الاداء وفي هذا التركيز وهذا الاصرار وهذا الطموح. طيب كل انا لما اكسر رقم جوزيه ويبقى عندي 18 مباراه او 19 مباراه، ايه اللي عندي كلاعب كدوافع ان انا اكمل بقى؟ ما انا خلاص الفرق كبير وكده وهلعب مباريات روتينيه. ايه اللي ممكن دوافع تبقى عند النادي الاهلي او الجهاز الفني يديها للاعيبه النادي الاهلي ان هم يكملوا على نفس النسق؟ لا، دي هتريحك قوي في البطوله الافريقيه. موضوع تدريب اللاعبين ده، الروتيشن ده، لا هيبقى عندك حريه تقدر تعمله. النهارده ممكن مباراه تقدر ببدلاء، ممكن تحط كلهم بدلاء. ايوه، وانا بعتقد بدلاء حتى لو مش بسهوله ما نكسبش. يعني انا شايف المستويات متقاربه. هي الفارق الكبير ده ان شاء الله يؤكد حصولك على البطوله مستقبلا ان شاء الله. وفي نفس الوقت موضوع تدور اللاعبين ده في البطولات الافريقيه هتديك فرصه كبيره تبقى انت المميز الوحيد. صحيح. طيب واحنا بنشوف ده المكسب بتاع الفرق الكبير. انك تدور اللاعبين في البطوله الافريقيه. طيب احنا بنشوف الجدول بقى من تحت والترتيب من تحت. لو فنيا الارقام بتقول ان في ثلاثه هابطين الى الان، او المراكز الهبوط دلوقتي مصر المقاصه بتاريخها الكبير وادي دجله ونادي مصر. فنيا انت شايف ومتابع توقعاتك لمين اللي هينزل السنه دي؟ توقعاتك بعد نهايه الدور. انا اسف نتقابل بعد نهايه الدور. انا اسف بقول هو الموقف الصعب نادي مصر. مصر مين اللي هيجي مع الاثنين؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله بالتوفيق. يعني انا خايف الاجابه يعني صعبه، ليها واقع صعب عن حالها. انت خايف من الجمله؟ لا اكلم اللي انا اتكلم فنيا، اقول اكلم اللي انا مقتنع بيه تماما. انا قلت لك يعني نادي مصر هيبقى صعب جدا. تمام. انما بدايه من حرس الحدود، الجونه، اسوان، طلاع الجيش، طنطا، مصر المقاصه، وادي دجله، 1 2 3 4 5 6 7 فرق هيبقوا متنافسين على في دائره الهبوط. فنيا ممكن مين اقرب للهبوط فنيا ان شاء الله؟ يعني فنيا لازم حد ينزل في الاخر، بس يعني توقعاتك فنيا بناء على رؤيتك اللي شفتها. اعتقد نادي طنطا خبرات لعيبته، طنطا الدوري الممتاز، ممكن ما تسافوش يعني، يمكن فرصه تكون اقل. واعتقد وادي دجله يعني مع ان طنطا عنده جمهور وعنده بس يعني لعب وله تاريخ في الدوري على فترات يعني. بس انا شايف دول هيبقوا يعني محتاجين مجهود كبير قوي عشان ان شاء الله يقعد، عشان يستمر. وادي دجله وطنطا. وادي دجله وطنطا ثلاثه. طيب بعد تغيير المدرب لوادي دجله، وحضرتك كنت شايف انه بيلعب بطريقه واحده في كل مباراه فتح حفظ، هل ترى انه ممكن وادي دجله يلحق او عنده المقومات ان هو يلحق نفسه؟ من الصعب، هو الراجل ده اسلوبه بس. هو عنده كفاءه فنيه عاليه جدا. خلاص بس مش يعني انا متخوف اللي هيجي ما يكونش في نفس المستوى. ما يبقاش في ثقه بينه وباللاعبين، اقناع بينه وباللاعبين. احيانا الاداء بيبقى كويس والنتائج، بس انت ما بتلعبش على نتائج. هو مبسوط انه بيأدي بشكل كويس، بس زي ما قلنا الاداء مهم طبعا، بس انا بتكلم على اسلوب الاداء. بلاش اقول الاداء كويس، اسلوب هو بشكل جمالي بيبقى ممكن على حساب النتائج شويه. في اوقات بتلعب ضد فرق كبيره لازم تلعب تضايق المساحات شويه، تلعب زون ديفنس ان شاء الله في ثلث الملعب مش نص الملعب، ثلث الملعب الدفاع بتاعك. احرزت هدف او احرزت اكتر من هدف، محتاج تلعب تلعب بشكل دفاعي شويه تضايق المساحات، انما ما افضلش فاتح الملعب. يعني في متغيرات طبعا بتحصل سواء مع بدايه المباراه قبل ما تلعب بتغير التكتيك، او اثناء سير المباراه نتائج المباراه لازم تغير. حتى الانديه الكبيره احيانا بتلجا انها تغير شكلها. ايه المشكله؟ المشكله ان النادي الاهلي مثلا بيلعب مباراه صعبه وحتى يعني من الناحيه التكتيكيه. انا لو النادي الاهلي مثلا بيلعب في افريقيا مثلا مباراه قويه واحرز هدف هنا هدفين، ايه المشكله انه يلعب بزون ديفنس؟ بل بالعكس، دي في الناحيه الفنيه هتدي مساحات ليه في الهجمات المرتده. يعني احيانا
الشكل الدفاعي بيديك ميزه وبيديك قدره انك تأدي بشكل هجومي بشكل مثالي. يعني انا لو بلعب ديفنس بزون ديفنس في ثلث ملعب وفرقه بتهاجمني، انا هلاقي مساحات، هلاقي مساحات كبيره العب فيها. بالعكس يعني ما يقولكش ده بيدافع، لا انا بدافع بلاقي مساحات على المنافس، وفي نفس الوقت هتديني فرصه كويسه ان ادي الهجوم بشكل كويس. كويس جدا. يعني هو كان بيلعب بطريقه بعيدا عن امكانيات فرقته، يفتح فاتح الملعب كل الناس في الناحيه الهجوميه كويس. بيأدي بشكل كويس. بس الدفاعيه مساحات كبيره لازم. طيب رحيله ان شاء الله رحيله هيساعد ولا هيساعد الفرقه ممكن؟ مش متفائل. مش متفائل. طيب خلينا نروح بقى للشق تاني، المنتخب المصري. مجموعتنا في كاس العالم ليبيا والجابون وانجولا، وطبعا بالاضافه طبعا المنتخب المصري، شايف المجموعه ازاي؟ مباراه توجو هتقام على استاد القاهره ان شاء الله، يعني ان شاء الله بحضور جماهيري. شايف المباراه ازاي وشايف المجموعه ازاي؟ المفروض تحت اي ظروف احنا المفروض المفروض المفروض، لكن الواقع الواقع المنتخب ما بيتجمعش كتير، لازم مش حاسه لازم نحس بيه شويه، ولازم اللاعب الدولي يحس بنفسه من الدولي. الموضوع مشتت عند اللعيب نفسهم، الموضوع مشتت. يعني انا لو سالت واحد مثلا احنا متخيلين ان هو اساسي، طب انت ايه وموقعك ايه؟ انا مش عارف هلعب اساسي. فاهم انت؟ هي ظروف المباراه المضغوطه بس انت مش حاسس المنتخب ليه اولويه، لازم يكون ليه اولويه. انا عايزك انت مش حاسس قوام للمنتخب توقف؟ لا مش حاسس ولا اللعيبه حاسه. يعني زمان كنت ممكن تقول الراجل اللي ماشي في الشارع ده تقول له مين اللعيبه الاساسيين في المنتخب، ممكن يقول لك 70 80 مين 90 في الاهلي ومين في الزمالك ومين في مين يقول لك تشكيل بنسبه 80 90%، هو راجل يعني مشجع بس يعني. لا احنا ما نعرفش حتى الناس اللي شغاله في الكوره مين حياء ومين حارس مين قلب دفاع مين ظهير. انت شايف حاسسها؟ يعني حضرتك حاسسها؟ صعبه. انا هنا كي من وسط الملعب مين اللي هيلعب مهاجم؟ طريقه اللعب ايه؟ فهي هو يعني انا لازم حسام يعني كابتن حسام البدري يضغط شويه على اتحاد الكوره ان المنتخب ليه اولويه. لازم يكون على الاقل في كل فتره في تجمع. في تجمع في شهر مارس اهو. بس بقالنا كتير ما جمعناش. حتى لو على حساب الانديه في المباريات المحليه ممكن يستثنى يعني لعيب موجود في معسكر المنتخب وعنده مباراه على المستوى الافريقي لا يروح يلعب مع فرقته ما فيش مشكله. انما هنلاقي على الاقل 70 80% مش شغال، يعني في نسبه ما عندهمش مباراه افريقيه في اليوم ده في خلال 3 4 ايام. يقدر يجمعهم ويقدر يعني يحط بشكل ومحاضرات نظريه وشغل يركز طبعا على النواحي التكتيكيه، مش هيركز على النواحي يعني بدنيه، ان اللعيب جاي لك جاهز وبيلعب وبيأدي وكويس جدا من الناحيه البدنيه. انت اسلوبك طريقتك انت بتتابع، انت الجهاز الفني بيتابع، بنشوف الماتشات بيتابع اللعيبه الدوليين. انت مش بتكتب ملاحظات على اللعيبه اللي انت متخيل هتاخدهم؟ تمام، اكيد في عيوب في مشاكل. انت محتاج تقعد معاهم، تعالى ويتكلم معاه نظري، ومحتاج يشتغل معاه عملي. اكيد هيشتغل على النقطه ديت في النواحي الخططيه، لان دي اهم حاجه اللي يقدر يتعامل معاها في الوقت الضيق الجهاز الفني مع اللاعبين. فمحتاجه تجمع يا اخي، يوم كل اسبوعين حتى، يعني مش لازم مباراه وديه انا اتجمع فيها واعمل معسكر ست ايام وعشان مباراه. التجمع ده لا يقل عن مباراه الوديه، بل بالعكس هيبقى عندك وقت كويس على فترات متقاربه انك تعمل محاضرات فنيه. تقدر نظري مهم جدا، مهم، مش نظري ومعاك اجهزه وتجيب لقطات وماتشات وبتاع وتشرح للعيب تعال انت المفروض تعمل كذا 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 وعندك النقطه دي كذا 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 والماتش الجاي لازم تصحح النقطه دي عشان تستمر معاه وتتكمل معاه لعيب دولي. ولو عندك طموح تلعب اساسي لازم الحوار يبقى كده مع اللعيب. عندك طموح انك تلعب اساسي لازم العبده تتخلص منها. انت حسين الشحات اساسي في منتخب مصر المفروض؟ لا، لازم يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه لازم تحسنه. انت عندك ماتش ايه؟ انت بتلعب مع النادي الاهلي وعندك مباراه المصري، لازم انا جاي اتفرج عليك واشوف حسين وغيره 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 كل اللعيبه الدوليه اللي في كل لازم يبقى في حوار. ممكن الكابتن يعني انا باكد اعتقد ممكن يعني اكيد الكابتن حسام بيعمل كده يعني وليه تواصل مع اللعيبه، انا ما بقولش انا ما اعرفش بس اكيد بيعمل كده. انما اقصد التجمع بقى كناحيه عمليه لازم يكون موجود ولازم اتحاد الكره يساعده. اهم لو فرقه تضغط وكل مره ممكن اتخلى عن لعيبه الاهلي مثلا مضغوطين، انما لعيبه الاهلي مش كل المنتخب، لعيبه الزمالك مش كل المنتخب، لعيبه الاسماعيلي مش كل المنتخب، لعيبه بيراميدز مش كل المنتخب. ان شاء الله عناصر 60% انا اغطي 60% في المعسكر ده، وبعد اسبوع اعمل معسكر اغطي بقيه اللاعبين. يعني انا حتى اراعي في توقيت المعسكر
المباريات المهمه للفرق. يعني النادي الاهلي عنده مباراه صعبه ومحتاج اللعيبه الدوليين في المنتخب، لا خلاص ان اقدر انا اجمع بتوع الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز مثلا يعني، وطب الاسبوع اللي بعده، لا الاسبوع اللي بعده لازم اجيب لعيبه الاهلي، لازم اختار موعد اقل تاثيرا وتضررا من لعيبه النادي الاهلي. تمام، ولازم في النهايه برضو يكون في حوار مع التواصل مع الاجهزه الفنيه، لازم انت تتكلم. ارجع لكلمه المفروض تتابع التدريب، انت لازم تتابع. انا مش بقول كده ان الكابتن حسام اكيد بيعمل كده، انا بحط الرؤيه اللي انا شايفه يعني. اللي انت شايفه حاجه ودي احنا حاسينه حاجه، ما هو لو في حاجه بتحصل هنعرفها. لا ممكن حاجات ما تعرفهاش يعني، ممكن الموضوع لا يتوقف، المتابعه اللاعب الدولي ال 40 اللي حاططهم في ذهنك لا تتوقف على المباريات الرسميه بتاعته. في مباريات وديه تبعه، في تدريبات تبعه. وايه المشكله تروح النادي وتقعد معاه؟ ايه المشكله تستاذن من الاداره؟ انا عايز محتاج بعد التمرين محتاج حاجه، وسمحت يا كابتن كذا، رايح النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وانا هقعد بس اجتمع بلعيبه المنتخب. ايوه هجتمع بلعيبه المنتخب، وانت تعرفهم؟ لا هو عنده رؤيه طبعا، هو ما اعلنش عنها. لا رؤيه واسعه شويه. يعني ايه رؤيه واسعه شويه؟ هو مش 25 في معسكر ولا 22 بس، لا هو رائع، عنده رؤيه 40 ممكن، اكيد عنده رؤيه، هو محدد. طب ارجع لكلمه، بص يا كابتن، طول الوقت طول الوقت انت بتعمل ايه؟ يعني انا احساسي طبعا لو انا هعمل كده يعني، انت النهارده في عناصر اساسيه لا خلاف عليها، كل مره بيزيدوا. انا عندي 13 لعيب في المعسكر، احتمال ده يتفوق هيبقى 14 هنا وهنا، بقوم 15 بقوم 20 بقوم 25. لا ده انا شايف ما عندوش استمراريه في الاداء، هستبعده. انت لا طبعا في اسامي في ذهنه وفي عدد في ذهنه اكيد. هو هيروح بالذهن؟ لا بالناحيه العمليه، ما احنا قلنا بس زي ما احنا في نرجع للمفروض. أيوة. قلت المفروض في الاول، المفروض دي تحتمل تاويلات كتيره جدا، اهمها انك مش متفائل. متفائل كمجموعه بس السماليه لا هيبقى صعب. انت بعد المجموعات هيبقى في 10 فرق واصلين، تمام؟ صحيح. وهتلعب مباراه ذهاب وعوده نظام 2014، ممكن يجي في قرعتك فرقه جامده الكاميرون ده لازم، احنا 10 10 رؤوس المجموعه لازم هيجي لك 10، لازم هتقع في حظ واحد، لازم فرقه تقيله. بالظبط. ما هو نظام 2014 اللي كنا مع الكاميرون فيها وخدنا سوري مع غانا والنتيجه الثقيله 6-1. وفي نقطه مهمه كمان خد بالك، المستوى الصف الثاني اللي كنا بنعتبره من 10 سنين صف مستوى ثاني، لا دخل في المستوى الاول. يعني كنت انت بتقول فرق بعينها غانا نيجيريا والكاميرون دول احسن فرق، ما في فرق برضو لا تقل اهميه يعني، ممكن يكون اللي فاتت دخل لك الجزائر كان بعيد عن التنافس، هوب راح داخل بيمثل مستوى اول. ممكن الكونغو مش عارف بيمثل يعني، يمكن زي دي مش حاضر قوي مع كل الفرق، بس في فرق دخلت معاك بمكتار كتير انت جدا. لو بتعمل حساب لثلاث فرق النهارده بتعمل حساب لسبع ثمان فرق، فالتنافس بقى اصعب. طيب اديك حاجه ايجابيه، يعني المفروض اللي انت قلتها بتدي شيء او منظور سلبي للفتره اللي جايه، خايف على المنتخب المصري، لكن برضو احنا عندنا اسماء كبيره، ده محمد صلاح احسن 5 لعيبه في العالم، عندنا تريزيجيه طالع بسرعه الصاروخ كويس قوي وبيتطور، عندنا كوكا برضو مشى كويس بعد انتقاله للفريق الجديد واحرز هدف يعني، فعندنا اسماء ممكن تشيل اللعيبه دي، هل ده يديك ايجابيه على الفتره اللي جايه؟ ما الفتره اللي فاتت كلها ما فيهاش توفيق. كاس العالم طلعنا كام؟ مركز 35 باين من 36 فرق. هو احنا كنا عايزين نصعد لما صعدنا. بطوله افريقيه على ملعبك طلعت من دور الثمانيه. شكلها شباب. كان عندك طموحات. لازم نحس بحاجه. يبقى لازم الاهتمام يزيد، التجمع يزيد، التركيز يزيد. انا ما احبش انا المسؤول يبقى قاعد مريح، يعني انت هو المسؤول عن المنتخب ده. اللي مش الجهاز الفني بس. الاعلام مسؤول. ليه دور مش كده ولا راح بس الاعلام ليه؟ المسؤول انت قلت المسؤول. لا الاعلام المسؤول قاعد ومريح. الاعلام بينقد. حدد المسؤول قاعد ومريح ما بيعملش الاعلام. لا يا ما اقصدش يعني. لا نقصد. مش معنى ان انا بقصد الاعلام اللي هو ما بيأديش دوره. انما انا اقصد يعني الاعلام ليه دور، انت بتنقد ولازم تنقد بضمير عارف تحط. انا صحيح. انا مدرب المنتخب واشوف نقد كويس موضوعي هستفاد منه ولا مش هستفيد؟ هستفيد طبعا. في الشك. ما كل الاحترام لاشخاصهم، لكن انت شايف المسؤول ما بيأديش دوره. لا لا احيانا انا اقول لك الحاجه اللي انا ما بتكلمش على المنتخب، بتكلم بشكل عام. احيانا دايما ايه؟ الناس تقول لك الجهاز الفني، هو الجهاز الفني هو المسؤول بس. اتحاد الكوره مسؤول، بالاعلام مسؤول. ما احنا بنتكلم عليه. ما مسؤولين الانديه مسؤولين ومدربين الانديه مسؤولين. والانديه مسؤولين. وما يأدوش دورهم؟
لا كل لازم كله يؤدي دوره. ما انا ما احملش المسؤوليه على الجهاز الفني وحسام البدري والمجموعه بتاعته، لا. انا كمثلا كمجلس اداره الاتحاد لازم اكون شاعر بنفس الشعور بتاع حسام. انا لازم اكون ايه اللي بيحصل، لا لازم نعمل له كذا، لازم نعمل له كذا. مش لازم هو اللي يبادر بيها، انت ممكن اتحاد الكوره يبادر بحاجه نقطه هي غايبه عن الجهاز الفني ويكون في صالح الفريق، اي حاجه في تعديل. ايه المشكله بعيد عن الناحيه الفنيه، كناحيه تنظيميه كناحيه اداريه، ايه المشكله؟ المشكله لازم كله يتضافر. نعاني في فتره كاس العالم بقليل من الاحترافيه، عانينا في كاس الامم بكثير من عدم الاحترافيه، ثم دلوقتي موضوع محمد صلاح مع المنتخب الاولمبي. اعلن كابتن شوقي غريب انه هيضم محمد صلاح، رد عليه المحامي محمد صلاح انه لم يحسم الامر بعد. كلوب قال يعني ما اعرفش الفتره دي هيكون فيها استعداد للموسم الجديد، اتمنى يعني محمد صلاح ما يروحش. كل ده في جو من عدم الاحترافيه، ليه المسؤول اللي انت قلت عليه ما يروحش ويتفق ويخلص ويبقى فيه قرار؟ طبعا هو لازم الاتفاق يكون بفتره، بس هو فاضل ده مزيد من عدم الاحترافيه. هو ده سؤالي، هل هذا مزيد من عدم الاحترافيه؟ لا، انت قلت نقطه مهمه ان ما تعلنش غير ما تتفق. ايوه ما انا بقول سؤالي بقى واضح، ده المسؤول اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه، هل هو مزيد من عدم الاحترافيه في طبعا اداره الكره المصريه؟ طبعا. انا دلوقتي مسؤول، احط نفسي في موقف يورجن كلوب. تمام، انت بتعلن وبعد كده بتجيلي تتفاوض معاه، صحيح هيبقى التفاوض اصعب طبعا، ان انت بتحط لي قدام امر واقع وبتفرضه. انما قبل ما تعلن اروح اتفاوض ورايك وكذا وكذا ونتفق، هل ممكن يلعب مباراتين ولا يكمل نهايه الدوره؟ هل ممكن يجي يتاخر مباراه ويجي بعد مباراه رسميه؟ تروح تتفق، تحترم الناس قبل القرار. ما احطش انا القرار وتعلنه وبعد كده تيجي تتفاوض مع المسؤول، طب ما هيعاند معاك طبيعي. طيب احنا بنتعامل مع صلاح بانه انت في ايه يا عم، انت تيجي المنتخب يعني ده منتخب مصر، ايه يا عم احنا بنتعامل معاه بالطريقه دي ما بتحترموش احترافيا طبعا احترافيا، ولا هو مفترض يكون العكس؟ لازم تاني التفاوض مع المدير الفني واداره نادي ليفربول، ولازم تنهيه مع قبل ما تروح للرينج كلاب، تكون مخلص الاول مع محمد صلاح رايه ايه؟ دلوقتي يا كابتن البطوله كذا، هو الراي ينفع في المنتخب؟ ايه؟ هو الراي ينفع؟ لا، لانه ممكن النادي ما يوافقش من هذا المنظور يعني. ما انا ما هو برضه هي خليها تسلسل يا كابتن، خليها تسلسل، ما كل حاجه فيها تسلسل. حاضر، يبقى انا الاول هاخد موافقه محمد صلاح. تمام تمام، مش لازم اروح اقول لرونج كلوب ان صلاح موافق، لا طبعا. بس انا بعتمد على حاجه، ان هو لو فتح محمد صلاح التفاوضات هتبقى اسهل. واخد راي ونقول موافقه، خلينا متفائلين، موافقه يورجن كلوب، وبعد كده اعلن القرار. طب انت اخدت موافقه يورجن كلوب وجه محمد صلاح قال لك مش موافق، ده يورجن كلوب يزقطط، هو ممكن يجاملك او يخش في مخاطره. انما لو قلت له القرار السليم 100% يقول لك لا ما يروحش. بس هو في نقطه لازم اشرح اذكرها من الناحيه العمليه يا كابتن. اتفضل. بص، انت بتحط برنامج، انت ما بتحطش برنامج فريق. انت في الفتره دي هتحط برنامج خاص لمحمد صلاح. تمام، بحيث يبقى في التوب فورم بتاعته في فتره اقامه الدوره الاولمبيه عشان النادي يستفيد بيه، وفي نفس الوقت في التوب فورم مع بدايه الدوري الانجليزي القوي جدا. فلازم الجهاز الفني لليفربول لو اخذوا قرار بان فعلا موافقه صلاح وموافقه الجهاز الفني واداره ليفربول، لازم يقعدوا مع بعض يتفقوا فنيا الاعداد هيبقى فين وهيبقى ازاي ومين المسؤول عنه. وانا شايف الاعداد السليم يكون لنادي ليفربول لانه النادي الاساسي بتاعه. يعني يحط فتره الاعداد بتاعته حتى لفتره الاعداد تجهيز للدوره الاولمبيه الجهاز نادي ليفربول. هو الافضل، هو العلمي بلعبته، هو على المستوى الفني اكيد افضل من مستوى المنتخب الاولمبي، معلش مع احترامنا ليه. تمام، يبقى يحطوا ويتفقوا على بحيث يبقى هو يوصل للتوب فورم هنا ويوصل للتوب فورم هنا. تمام، ما يتاثرش حتى من الناحيه النفسيه والمعنويه والذهنيه والتركيز. ادي دوره اولمبيه بشكل جيد، انا عامل اعداد كويس، واقضي في نفس الوقت معمول لي اعداد كويس بحيث ابقى في التوب فورم، يبقى ابدا مباراه الدوري الانجليزي وانا في الحاله الفنيه في التوب فورم بتاعتي. تمام، كنت عايز اقول حاجه، ما مش عارف هي ايه.
طبعا لما تيجي فالتخطيط ده مهم جدا وضعه بالتعاون وبعدين حاجه كويسه انك تدي فرصه ان هم يكونوا مسؤولين عنه. ممكن يقول لك لا انا عايز يغيب اول مباراه. انا دوري المجموعات مثلا كانت مجموعات في ثلاث مباريات انا هلاعبه هحط التخطيط فتره الاعداد للدوري الانجليزي بتاعتي انه يلعب ماتشين بس او يلعب ماتش ورايح صح ايا كان. لازم يبقى في اتفاق كده. يعني انا عايز اوصل برضه وانا بعتقد ان انا بقول كلام هو ما اتعملش صح وممكن ما يكونش في الذهن صح. انا بقول يعني لو ما اتعملش قد يكون وجهه نظر سليمه وياخدوا بيها. طيب وبعتقد انها سليمه. متفق معانا مش متفق؟ متفق. ما انا جاي لك اهو في الكلام. طيب. عشان استكمال عشان نوصل نقطه بشكل دقيق للساده المشاهدين. اي فتره اعداد بديله احمال بدنيه معينه عشان اقدر اكمل بها الموسم. يورجن كلوب ما قفلش الموضوع تماما. حتى المحامي بتاعه محامي محمد صلاح ما قفلش الموضوع تماما. الموضوع مش رفض منتخب مصر ولا عشان برضه نحط النقط على الحروف. الموضوع ان هو اتفاقات زي ما حضرتك قلت انه هتقدر اديله احمال بدنيه قد ايه في الوقت ده، هديله ماتشات قد ايه في الوقت ده، هديله تدريبات لو احنا اتفقنا عليها. انا لعيب انا ما اقدرش اقول لا. هو ده بعتقد وجهه نظر ليفربول وده وجهه نظر كلام سيادتك. بص يا كابتن، بص احنا اتفقنا عشان نتكلم كناحيه خططيه يعني في المستقبل. اتفقنا ان اللي يحط فتره الاعداد نادي ليفربول او المسؤولين في نادي ليفربول. تمام. هو لما ينتقل للمنتخب انا المفروض هيبقى في اوقات هو مش مع الفرقه في نفس البرنامج. ممكن يكون اقوى، ممكن يكون اقل. صحيح. ممكن يكون النوعيات هيعمل هنا تحمل، هيعمل هنا سرعه. لازم اللي يحدد كل الجرعات والاحمال التدريبيه هي زي ما قلنا نادي ليفربول. على بقى الاجهزه الفنيه او الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي ان هو يشوف النهارده الخميس، الخميس ده مع ايه؟ عنده تدريب مع المنتخب الاولمبي. طب اطلع بقى التخطيط بتاع الجهاز الفني بتاع ليفربول انه حاطط يبقى لازم امزج بحذافيره. النهارده هو هيعمل سرعات 10 دقائق، هيعمل تحمل 10، هيعمل تصويب، هيعمل جري مش عارف بدون كوره، هيعمل رشاقه مش عارف ايا كان. يبقى لازم احط الجدول ده المخطط له داخل الفريق. لو هيتعارض مع التدريب اللي انت حاطه، لان المفروض التدريب مختلف. ده تخطيطه غير تخطيط ده. ده تخطيط هيلعب بطولتين متتاليتين في توقيت معين. صحيح. لو اقدر اخليه متفق كله ماشي، جزء من التدريب ماشي، انما في اوقات كتير لازم على التدريب فردي. عشان يبقى في امانه في الجهاز الفني بتاع المنتخب الاولمبي يمشي على التخطيط بتاع ليفربول ان هو الاصلح للاعب. مفيش شك. هم بص يا كابتن في نقطه مهمه جدا، هم خلينا نعترف دايما ان في اوقات لازم اقول للناس بتفهم احسن. هم مين؟ الجهاز ليفربول. ماشي. ليفربول ماشي. طبيعي مستوى القدرات الفنيه وعلميه وكله وكناحيه تخطيط هو احسن مننا. كم مره انا جت في ذهني حاجه بس اقولها عشان اوضح النقطه دي. انا لما لعبت درجه اولى قبل ما العب درجه اولى ما كنتش بلعب درجه اولى، انا لعبت فجاه. تمام. فجاي مستر هيدوكوتي كان قاعد شهرين، مستر كانوا شايل تولى المسؤوليه وجاي قاعد معاه شهرين عشان يساعد. فقال لهم عليا كابتن مارس استغرب. ساب الناس، ساب كل اللي كانوا بيلعبوا ويتمرنوا مع الدرجه الاولى. بيطلعوا وينزلوا اساميهم معروفه ولعبوا منتخب ناشئ. هو اختار نادر. قال له لا محمود كويس بس الكابتن دايما اقول اذكر النقطه دي في اوقات في يعني في توقيتها يعني تكون مناسبه للكلام. الكابتن احمد مالك كان رده جميل جدا. قال لي بس انت كنت بيفهم احسن مننا. يبقى هو صح. ما قالش ايه ده، هو يعني انت اختارك وانت احسن، ده في فلان احسن منه. قال لا، قال لي هيدوكوتي بيفهم احسن مني. فبتوع ليفربول بيفهموا احسن مني. ده افضل ختام. هيدوكوتي بيفهم احسن، وهو كان من احسن الجماهير، احسن المدربين. لازم تكون عادل في تقييم نفسك وتقييم الاخرين. ما تعيش. لا النهارده انا يعني لو انا مدرب مش هقول مثلا زي الكابتن انور سلامه مثلا يعني. فاهم يعني بقى جيب زين الكابتن انور سلامه. لا لما يقول كلامه بعترض، لا يبقى هو اللي صح مش انا. صحيح. يعني خلي في عدل في تقييمك مع الاخرين. والمدرب الصغير لما يجي المسؤول عنه مدرب قطاع ناشئين ويجي فلان اقدم منه يقول له اعمل كذا، خد الكلام مصدق، هو بيفهم احسن منك. قلت لا لا كلامه اي كلام، لا انا بفهم احسن. عشان تتعلم حلقات. هتتعلم وحتى في نفس الوقت ادائك هيتطور، هتبقى مدرب كويس. اشكرك. هم بيفهموا احسن مننا. اشكرك.
اشكرك دكتور محمود صالح رئيس لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، بشكرك شرفتني. الله يخليك سعيد كنت معاك وحمد لله على سلامتك ونورت الشاشه. اشكرك اشكرك. ما تروحوش في اي حته لانه بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي المتميز محمد سعيد ومعاه الاستاذ كريم سعيد سعيد وسعيد، واحنا ان شاء الله ايامنا كلها سعاده، ربنا يخلي ايامكم كلها سعاده. المتعة مستمرة مع محمد سعيد وكريم سعيد وبعديها كمان ملك وكتابة، يعني سهرة ممتدة مع المتعة. أما أنا فأستودعكم في أمان الله.